إنجاز جديد لرياضة الإمارات، فاز لاعب منتخبنا الوطني خالد الكمالي بذهبية فرد الشباب في البطولة العربية السابعة للسنوكر التي تقام في ضيافة دانة الدنيا دبي حتى 22 من الشهر الجاري. جاء تتويج الكمالي بعد فوزه في المباراة النهائية على الأردني أحمد الجلاد بأربعة أشواط مقابل ثلاثة. المباراة كانت حماسية ومثيرة ولم تحسم نتيجته إلا في الشوط الفاصل بعد أن تبادل كلا اللاعبين الفوز في الأشواط. يشار إلى أن خالد الكمالي سجل أعلى معدل نقاط في الحدث العربي بتسجيله 130 نقطة في الشوط الثالث. ينتزع الميدالية الذهبية لدولة الإمارات. الحمد لله أنا تعبت لأصبح بطل، الحمد لله أصبحت بطل اليوم. بالعكس هذا اليوم هذه باب فتح لي باب أني أخطي أكبر من العرب والخليج في تفكيري. الحين طموحي إن شاء الله آسيا وبعدها العالم، وإن شاء الله على قد ما أنا بعد اليوم فرحان زعلان نفس الوقت لأن زملائي في الفريق حصلوا البرونزية، لكن قدر الله ما شاء فعل.